بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم بكل خير. نرحب فيكم في هذه الجلسة الحوارية اللي يقيمها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، وجلسة متنوعة كما عودناكم بأن نقدم قيمة مضافة وشيء جديد في مجال يخدم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فنحن في انتظار انضمام الأستاذ خالد البصيلي من مؤسسة الضمان العربية للاستثمار وتأمين الصادرات. بوليد، أتمنى أن تكون سامعنا وتشرفنا في هذه الجلسة الحوارية، تنضم لنا وحديث يعني واسع ومميز عن تأمين الصادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وليد سامعنا؟ أستاذ خالد، اليوم احنا جلستنا حقيقة موضوعها يهم من لديه صادرات، وقام الصندوق مؤخرا ممثل بمعالي الوزير بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة الضمان العربية لتأمين صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي بمثابة تعاون مشترك وخدمة تقدم لرواد الأعمال وأصحاب مشاريع الصغيرة والمتوسطة لكي يكونوا قادرين على حقيقة المنصة. أستاذ خالد، ترى أعطيتك موافقة، أتمنى أنك تكون سامعني. أسعد الله مساك. ومساك، هلا مرحبا، هلا ابو عزيز، يا هلا يا هلا ابو وليد، عساك بخير، الله يطول لي عمرك. شلون امورك؟ يطول بعمرك، يحفظك. الصوت واضح والصوره واضحه؟ ممتاز. انت عندك صوت واضح؟ اي ممتاز ممتاز. نعم، احنا يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالاستاذ خالد بصيري، مساعد مدير العمليات تطوير الاعمال في المؤسسه العربيه لضمان الاستثمار وتامين الصادرات. وجلستنا اليوم حقيقة خذت لون معين، وهو لون جديد حقيقة من طبيعة الجلسات الحوارية، وهي امتداد لمذكرة التفاهم الذي يعني تم توقيعها من قبل رئيس مجلس الإدارة ممثل بمعالي الوزير الأستاذ خالد ناصر رمضان، وكذلك رئيس المؤسسة العربية للضمان والاستثمار، وهي تفل يعني اتجهت نحو تأمين صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أستاذ خالد، يعني ممكن نتعرف المتابعين بشكل المؤسسة وموقعها الإقليمي وتبعيتها؟ أول شيء أشكرك على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد. بداية، تم تأسيس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في سنة 1974. طبيعتها عربية إقليمية، وهي أول مؤسسة عالمية تخدم، بلشت بالتغطية تأمين الاستثمار، ومن ثم امتدت التغطية إلى تأمين الصادرات العربية لتشجيع الاستثمارات في الدول العربية وتشجيع الصادرات من وإلى الدول العربية لدول العالم. طبعاً عن الوسيلة اللي تخدم فيها المؤسسة المجتمع العربي هو لتوفير التأمين الاستثمارات داخل الدول العربية، وتأمين الصادرات من وإلى الدول العربية بشكل عام. في أنشطة مكملة لها اللي هي إعداد البحوث للاستثمارات ودراسات الاقتصادية طبعا الجداول الاقتصادية والإحصاءات كلها، هذا الشغلات المساندة لها. نعم. مقر المؤسسة هو المقر الدائم للمنظمات العربية في دولة الكويت. ما شاء الله. نتكلم عن رأس مال مدفوع 300 مليون دولار ومجموع الموارد المالية كلها 500 مليون دولار. جميل. تملك عضوية تأسيس في اتحاد أمان وعضو في اتحاد أبراج. جميل. الدول المساهمة تقريبا كل الدول العربية باستثناء جزر القمر، 21 دولة عربية هم المؤسسين، بالإضافة إلى مؤسسات عربية المشتركة اللي هي 4 صناديق.
عندنا الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عندنا صندوق النقد، عندنا المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. جميل جميل. حصل وتبعيتكم تبع جامعة الدول العربية طبعا لا، على ما اذكر. تبعيتنا دايركت للدول ال 21 دولة دايركت، 21 دولة فيها أمانة عامة وفي لا فيها الانتظام العربي. في 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 اتفاقية تنظم التعامل ما بين ال 21 دولة العرب جميل الدولة العربية، وهي اللي تنظم المؤسسة، وهي اللي ترسم لنا الخط اللي نمشي عليه. جميل يعني طبعا حصلت المؤسسة في أول تصنيف ائتماني لها في 2008 من وكالة ساندر أمبورز. تتمتع المؤسسة بتصنيف ائتماني دبل أي ماينس، منظور مستقبلي مستقر، من 2008 إلى الآن والله الحمد. ما طبعا شاء الله انبنت هذه الأمور على 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 قوة مستوى الأعمال الذي يمتد لأكثر من 45 سنة. عندك العلاقة المستقرة والداعمة التي تربط الدول العربية ببعض، نظام الحوكمة الذي ينظم أعمال المؤسسة، عندك قوة كفاية رأس المال لدى المؤسسة، والسيولة جميل. العالية بالإضافة إلى القدرة على مقابلة الالتزامات التأمينية. جميل. اليوم استاذ خالد، يعني ماذا تقدم المؤسسه العربيه لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات؟ وما هي خدمات التامين اللي تقدمها المؤسسه؟ ممتاز. انا بقسمها الى 5 اجزاء. احنا اليوم راح نتكلم عن جزء المصدرون. بالبدايه احنا عندنا المستثمرون. المستثمرون اللي هو نقدم لهم من الخدمات اللي نقدمها تامين الاستثمار المباشر، بمر عليهم على عجاله هذين، لان احنا بعدين تالي راح نتكلم عن المصدرون، ركز عليهم. جميل. نبدأ بالمستثمرون اللي هو تأمين الاستثمار المباشر، تأمين المعدات والمقاولات، تأمين القروض. اللي حق المؤسسات المالية، ائتمان المشترين، التخصيم، تعزيز الخطابات البنكية أو خطابات الاعتماد عفوا. حلو. وكالات التأمين الوطنية، اتفاقيات إعادة تأمين حصص نسبية أو مشاركة اختيارية. وسوق التأمين الدولي بشكل عام، نقدم احنا إعادة تأمين والتأمين المشترك، رينشورنس جميل. وكونشورنس. أما بالنسبة حق المصدرون، مصدرون العرب، تأمين ائتمان شامل ومحدد، وتأمين خطاب اعتماد مستندي. جميل. اليوم بوليد، انا بس احب اوجه للاخوه المشاهدين اللي حاب يوجه لنا اي اسئله بامكان يرسلها على الدايركت، وان شاء الله راح نستعرضها في يعني نهايه الحلقه والوقت المخصص للاسئله. اليوم بوليد، لغه الارقام لغه جميله والكل يحبها. لو تحدثنا عن الارقام، كم بلغت العمليات المغطاه في التامين الائتمان وضمان الاستثمار نقدا؟ احنا نتكلم عن من اول تاسيس المؤسسه الى 2019، نتكلم ان تم تغطيه اكثر من 20 مليار دولار. 20 مليار دولار، ما شاء الله، مبلغ 20 كبير. مليار، اي نعم. جميل، ممتاز. اي نعم. وضمان الاستثمار النقدي هم كذلك. بالنسبة حق إجمالي التعويضات اللي تم سدادها من طول هذه الفترة، ما يقارب 175 مليون دولار تم تغطيته. وإجمالي الاستردادات اللي تمت، احنا عوضنا 175 مليون دولار واستردينا منهم من التعويضات ما يقارب 156 مليون دولار حتى نهاية 2019. جميل. الأستاذ خالد، لو تحدثنا عن المذكرة المشتركة بين الصندوق الوطني لرعاية التنمية المشروعات الصغيرة والوسطى والمؤسسة في مجال تأمين الصادرات، ما هي الخدمات المقدمة لرواد الأعمال ولماذا هذه المذكرة المشتركة؟ طبعا تم توقيع مثل ما تفضلت هذه المذكرة من الصندوق الوطني لمثل السيد خالد الروضان وزير التجارة وصناعة الكويت، والسيد عبد الله الصبيح المدير العام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. هذه المذكرة تعزز القدرات التصديرية للمبادر وتأمين المستحقات عن طريق الاستفادة من خدمات المؤسسة بشروط ميسرة وأسعار تنافسية. جميل. طبعا إضافة إلى ذلك، تقديم ندوات إعلامية، دورات تدريبية للاستفادة من خبرات المؤسسة اللي امتدت أكثر من 45 سنة. العملية جدا بسيطة، يستلم الصندوق طلبات التأمين، يكون الرد رد المؤسسة بالقبول 15 يوم
على ما ندرس المستوردين ونشوف قابلية التأمين عليها، ومن ثم تكون مراسلات دايركت ما بين المؤسسة حلو العربية لضمان الاستثمار والمبادر أو طالب جميل التأمين خلينا نسميه مباشر، حلو ومن ثم حلو إذا تم قبوله تختر المؤسسة الصندوق بالطلبات اللي تم قبولها. جميل جميل. زين ابو وليد، اليوم نتحدث عن عمليه التصدير. يعني اليوم انا يعني مبادر وعندي مثلا مصنع وعندي منشاه وعندي مكان ابي اشتغل على موضوع التصدير. يعني عمليه التصدير اشكالها ومراحلها، يعني كيف يكون معنى التصدير وكيف يتم تغطيه التامين؟ يعني اي شيء مثلا اجيب شيء من الصين او من اي بلد وارد اطلعه مره ثانيه، هل هذا يعتبر تصدير؟ لا ولا شيء لازم يكون إنتاجه في الكويت بشكل مباشر؟ انا ببسط لك اياها. التصدير اما تكون خدمه، حلو تقدم انت خدمه او منتج صناعي او زراعي، يكون حلو اما تصنيعه بالكامل، يكون تصنيعه بالكامل في الكويت، او حلو تجميعه، يعني انت جبت الموضوع عدلت عليه او جمعته، او يعني ما يكون نفسه هو خذيته ورديت له، رديت بعته برا مره ثانيه. لا، حلو لازم يكون اساس تجميعه بالكويت او تصنيعه بالكويت. طبعا حلو عمليات ممتاز التصدير هي اما عمليات متداوله اللي هي ريفولفينج، اللي اها كذا ترانزاكشن على فتره على 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 كذا فتره، او تكون حلو محدده سنجل ترانزاكشن، يكون صفقه واحده، سلعة واحدة تم تصديرها وتمت العملية نفسها. مراحلها جرت العادة، مراحل المصدر يحاول يستكشف الأسواق الخارجية وإيجاد عملاء جدد من برا، بعدين حلو إعداد عرض سعر، قبول بعد العرض سعر، بعد قبول عرض سعر قبول الطلبية، إنجازها، شحنها، استلام قيمة المنتج أو الخدمة اللي تم تقديمها. جميل. اليوم يعني واحد يقول والله في مخاطر قد تصاحب عملية التصدير، ممكن تشرح لنا المخاطر المحتملة لعملية التصدير قبل الشحن وبعد الشحن؟ طبعا المخاطر طبعا كثيره، انا بحدد لك او اعطيك امثله عليها. عندنا خطر اكتشاف الاسواق الخارجيه، عندنا حلو المصدر ما يدري شنو السوق الخارجي، مثلا في دوله اكس او واي، غرب اسيا، شرق اسيا، الامور هذه كلها. جميل فهذا هذه نوع من الاخطار، ولا يعرف منو الشركه اللي بيتعامل وياها، مجرد هو طلب عرض، طلب كوتيشن منه، او طلب السلعه نفسها. عندك جميل خطر انقطاع الصفقه نفسها، خطر الانجاز، خطر النقل والشحن اللي هو تلف البضاعه، خطر عدم السداد، واحنا هذا راح نركز عليه. ولكن جميل هنقسمها لاخطار قبل الشحن وبعد الشحن. من الاخطار حلو اللي قبل الشحن اللي نفس ما قلنا وذكرناه تو، استكشاف الاسواق، عندك عدم القدره على الانجاز، الغاء الطلبيه، هذه قبل الشحن. اني بعد الشحن عندك مخاطر الشحن نفسها، عدم مطابقه المواصفات، رفض استلام البضاعه نفسها، عدم السداد، خطر، الحين بنركز على هالكلمتين، الخطر التجاري والخطر السياسي. حلو طبعا في مخاطر كثيره، مخاطر طبيعيه، فيضانات، حريق. صحيح المؤسسه تغطي فقط الاخطار التجاريه اللي هي عدم السداد والاخطار السياسيه عن طريق سياسية وثائق التأمين اللي احنا نغطيها، وطبعا راح نيجي بعدين شنو الأخطار التجارية وشنو الأخطار السياسية. حلو ممتاز. أبو وليد، اليوم الأشكال وطرق التسهيلات التجارية المقدمة، هل هناك تسهيلات مقدمة يعني كتشجيع لمن يريد أن يؤمن على صادراته؟ اي نعم، احنا كلامنا كله نتكلم عن آجل السداد. آجل السداد طبعا المؤسسة تقدم آجل السداد يصل إلى 360 يوم. ما أنت شاء الله أي نعم. طبعا بلخص اللي هو الائتمان التجاري. أنا بلخص حلو الائتمان التجاري هي عملية اقتصادية تتميز بإدخال عامل الزمن في التجارة. حلو جميل أي هو يحدث فارق الوقت ما بين التزام الأطراف المتعاقدة والمرتبطة باتفاقية، إن كانت شفهية أو كتابية، تسمى بالعقد التجاري. حلو ومضمونه دفع قيمة المنتج عند نهاية الفترة الزمنية حلو المتفق عليها، أثر تسليم المنتج للمشتري بالمقابل المتفق عليه. جميل هذا الائتمان التجاري بشكل مبسط.
يعني حتى عنده مساحة يبيع المنتج ويروجه ويطلع أرباحه ويسدد لكم. طبعا طبعا إذا فهذه هم بعد فترة يعني 30 يوم، فيها فترة 30 60 يوم. 360 اي 360 يوم، اليوم هي عدة الصفقة، يأجل 3 أشهر 6 أشهر على حسب طبعا الاتفاق، وكل شيء جميل. طبعا له ريسك معين راح يحق الريسك أكيد بعد. أكيد أكيد. أبو وليد، اليوم لغة الأسعار مهمة، رواد الأعمال دائما يفكرون بالخدمة بشكل أساسي وكذلك بالأسعار، يعني وفقا لهالمذكرة التفاهم. المزايا اللي أعطتها كثيرة، ولكن ما هي الأسعار التي تؤخذ من رواد الأعمال مقابل الخدمات التأمينية الخاصة بالصادرات، وما هي نسب التخفيض وشكل الأقساط التأمين؟ ممتاز. فاحنا نتكلم عن أسعار ويعني نسبة تخفيض وشكل الأقساط، ثلاث حاجات. نعم، شوف، تحديد الأقساط يعتمد على كذا عامل، كذا فاكتور، وهو اللي يحدد قيمة نسبة القصد. طبعا يعتمد على آجل السداد، كم الفترة؟ 3 أشهر غير عن 6 أشهر، غير عن جميل. السنة إذا طلبتها. وسيلة السداد تختلف، يعني إذا أنت جبت ألسي ولا ألسي عندك، اللي طريقة السداد الاتفاق اللي أنت تتفق عليه. حلو. مخاطر القطر المستورد، أنت بتصدر لدولة اكس، شنو وضعها الاقتصادي، شنو وضعها السياسي؟ صحيح. هذا جدا يعتمد على الشركه اللي انت، او المستورد، خلينا نسميه حلو المستورد اللي انت بتصدر له، شنو ملاءته الماليه، شنو التزاماته السابقه، حلو شنو الديفولت اللي سجله. عنده، هل عنده ديفولت ولا لا من قبل. فهذه كلها دراسات احنا نشتغل عليها، وتاثر هالفاكتور على الريت. عدد المستوردين، انت قاعد تسوي سنجل ترانزاكشن حق مستورد واحد، سلعه واحده، صفقه واحده، او عندك كذا مستورد وكذا في المستوردين، وين يكونون؟ وين؟ بأي دولة؟ هل هم متجمعين بدولة واحدة ولا كذا مجموعة دولة؟ دول. إيه، لا، نوعية القطاع اللي أنت قاعد تشتغل فيه، هذا كله يؤثر على الريت. حلو. أنا ما أقدر أحدد لك الريت، بس الريت بشكل عام يعني ما يطوف 1% من قيمة الصادرات. إجمالي يعني الصادرات. نادر، نادر ما يوصل 1%، يعني 1% ما يصعد على 1%، نادر، طبعا على حسب الريسك، على حسب الامور هذه كلها، ان كان قابل صحيح. للتامين. اما جميل. حسب الاتفاقيه، يستحق المبادر اذا كانت قيمه صادراته حتى 250 الف دينار، يستحق نسبه خصم 10%. جميل. في حالة من تكون صادراته من 250 ألف إلى 500 ألف، راح يستحق نسبة خصم 15%، جميل. وفي حالة زيادة عن 500 ألف دينار، راح يستحق نسبة خصم 20%. هذه فقط لعملاء الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة. أي نعم، أي نعم، جميل أي نعم، جميل، أكيد. وفقا لما ذكرت. وطبعا الأسعار تقاس في حجم الريت أو الشركة. الفاكتور اللي ذكرناه احنا بالنهاية هو شنو شدة الخطر عندنا، هو اللي يأثر على الريت. حلو. ممتاز ممتاز. إذا يعني هذه ميزة حقيقة لإخواننا المبادرين، من لديهم يعني صادرات حابين يصدرونها أي دولة يعني في العالم؟ الدول، اي دوله في العالم. فاليوم هناك ميزه حقيقه يقدمها الصندوق الوطني مع المؤسسه في تامين الصادرات بنسب تخفيض يعني معينه، غير متاحه فقط الا يعني الممولين من الصندوق او المستفيدين من السجل الوطني وغيره. طبيعي. استاذ خالد، يعني اليوم لو بنتكلم كيف يمكننا تعريف نظام ائتمان الصادرات؟ بشكل مبسط، هو نظام تأمين مخول يخول المصدرين أو الدائنين لحماية من احتمالات عدم سداد الديون التجارية للمشترين المعروفين مسبقا، حلو. ويمكن الحصول على تعويض على الخسارة المسجلة في حالة تخلف المشترين أو المؤمن عليهم عن السداد المتفق عليه، وذلك حلو مقابل قسط تأميني متفق عليه ومدفوع بالسابق. حلو ممتاز. زين، بالنسبه اخوان الاسئله، انا قاعد اشوف قاعد تتكلمون عن الكوارث الازمات، دزوها لنا على الخاص لان بنين لها بالاسئله. اخي العزيز اللي سال توه، يا ليت تبعث لنا على الخاص لان راح نين لها اسئله تروح منه. زين، مزايا، ما هي مزايا تامين نظام تامين الصادرات؟
يعني هل هناك مزايا لنظام التأمين ولا بس كلها طبعا. خسائر؟ واحد يقول لك والله أنا بخسر، لا شنو لا المزايا؟ لا، شوف، انت من المزايا انك تشتري هذه الوثائق التأمين، منها تمكين الشركة او المصدر من انه يكون نشط، اللي هو فقط في السوق المحلي، هو اليوم قاعد راح نشجع انه يكون نشط في الاسواق العالمية، يعني على قولة بالكويتي يجمد قلبه ويدش، ما عندنا مشكلة لأنه هو اوريدي حلو عنده وثيقة تأمين. صحيح. زيادة قدرة الشركة المصدرة على المنافسة، هني يعني تعطيه جو يقدر ينافس في ينافس، طبعا ينافس في السوق اللي هو يشتغل فيه. حلو تسهيل حصول على تمويل الصادرات الوطنية، هذه على التمويل، عفوا، تسهيل الحصول على التمويل للصادرات الوطنيه، التعامل مع اسواق جديده والزبائن بفضل التسهيلات الائتمانيه اللي تكلمنا عنها، الوقايه المسبقه من مخاطر عدم السداد، وهذا الاساس اللي احنا قاعد نشتغل عليه، حلو التعويض طبعا، وبالتالي تعويض الخسائر اللي تي له في حاله اذا كان في عنده ديفولت بهالناحيه، حماية العائدات الوطنية بما يساهم في تحسين الميزان التجاري للدولة، تجاري، نعم زيادة احتياطيات العملة الصعبة، لأن طبعا احنا التعاملات دائما تكون في العملة دولار. الصعبة، اي نعم، حماية المؤسسة المصدرة من خطر انقطاع العمل، انت باشر صار عندك ديفولت واحد، انت معتمد على هذه الدفعات، فراح يصير عندك وارد ان تنقطع العمل لانك ما تقدر تكمل صح العقود الثانيه والامور هذه. المحافظه على المواطن العمل القائم وخلق مواطن عمل جديده، اللي احنا قاعد نتكلم اكتشاف الاسواق هذه كلها بشكل. جميل جميل، يعني المزايا ما شاء الله متنوعة وليد. زين، والمخاطر، شو ما هي أبرز المخاطر المغطاة؟ يعني أعطيتنا مزايا، خلينا نروح حق مخاطر. المخاطر، احنا المخاطر حلو نتكلم، خلينا نقسمها قسمين، حلو. مخاطر تجاريه ومخاطر غير تجارية. المخاطر التجارية هي عدم الوفاء بالدين، عدم حلو وفاء المدين في في السداد الدين. أو إفلاس المدين، حلو، عدم اللي هي عدم سداد أو إفلاس أو المدين، خلاص فلس هذه مشروع. المخاطر التجارية بشكل عام. صح إني صحيح، حق المخاطر الغير غير تجارية تجاري. اللي احنا نسميها السياسية، هي حلو عدم القدرة على التحويل، الحروب، الاضطرابات الأهلية، مصادرة، تأميم المدين بنفس الوقت، عدم وفاء الجهات الحكومية بما يستحق عليها، يمكن أنت عقدك مع حكومة بدولة معينة، منع سلطات القطر المستورد الدان من استيفاء حقه في المدينة، فهذه الأخطار احنا نسميها أخطار سياسية، هذه اللي تضرب جميل بها المؤسسة العربية. جميل ممتاز. ونسب التعويض ومدى تحقق الخطر شلون تكون بوليد؟ ممتاز، احنا نسبة التعويض تكون 90%، تصل في بعض الوثائق الى 100%، هذه بالنسبة حق نسب التعويض. مدة تحقق الخطر في حالة فقط الإفلاس يكون فقط شهر، مجرد ما الشركة يكون فيها إفلاس قانوني احنا بعد شهر نسدد او نعوض المؤمن، اما التامينات او الاخطار، اما الاخطار الثانيه 6 اشهر، 6 اشهر من تاريخ تحقق الخطر احنا يتم نعوض بالمبلغ المتعارف عليه اللي هي جميل. 90%. وشروط صلاحية التأمين، هل هي شروطها ممتدة قصيرة محددة وفق العقد؟ لو تشرح لنا إياها أبو نعم، وليد. تغطي المؤسسه الصادرات الدول العربيه الى كافه دول العالم، بشرط ان تكون السلعه مصدرها عربية في حلو المنشأ اللي احنا تكلمنا حلو فيها بالبداية، طبعا احنا صحيح. على موضوعنا بس بالكويت، فالمفترض ان يكون المنشأ كويتي، حلو هذا هو شيء. كما تغطي المؤسسة الصادرات الدول الغير عربية الى الدول العربية، طبعا احنا بالوقت نسقرها نخليها على الكويت، صادرات العالم كلها تكون للكويت، عفوا، الواردات للكويت احنا نغطيها، للكويت. ولكن اشتراط ان تكون السلعة استراتيجية أو مواد دولية، يعني حلو على سبيل المثال النفط ومشتقاته، حبوب، أدوية، معدات، وسائل نقل عامة، سلع وخدمات ذات جدوى اقتصادية طبعا للكويت. جميل جميل. فبالتالي وانواع، اي نعم فبالتالي الصادرات يتم فقط أنه يكون منشأ كويتي،
تصدر لأي دولة من العالم، إذا تستورد لازم يكون سلعة، لازم تكون سلعة استراتيجية أو مواد أولية. جميل. وليد، اليوم أنواع عقود تأمين ائتمان الصادرات، لو تشرح لنا، هل هناك أكثر من عقد، أكثر من شكل للعقود القانونية؟ عندك عقد تأمين محدد ضد مخاطر تجارية، هذه سينجل ترانزاكشن، عقد حلو. مصدر ومستورد، عقد واحد لشحنة واحدة. وعندك عقد تأمين ائتمان شامل ضد المخاطر، لا هذا يكون عندك كذا شركة، أنت بتصدر حق كذا شركة في كذا دولة، كذا ترانزاكشن عندك. في عندك طبعا عقد تأمين أخطاء خطاب اعتماد مستندي ضد المخاطر التجارية والغير التجارية، اللي هو تأمين على السي. عندك عقد تأمين ائتمان مشترين، هذا تعزيز الخطاب، تأمين تعزيز خطاب اللي هو LLC. عقد تأمين ائتمان مشتري في قطاع عام. حلو. طبعا هذه من بعض الوثائق طبعا اللي تقدمها المؤسسة العربية للضمان الصادرات. جميل. وآليات تأمين ائتمان الصادرات، يعني اليوم واحد شلون، شنو آليات انه يوصل لكم ويتواصل وياكم يعني يأمن على مشاريع، شو اللي تحتاجونه، شنو شغلاتك الأساسية؟ بشكل مبسط يقدم تقديم الطلب التأمين، هذا أول شيء. تقييم المخاطر التجارية وغير التجارية للمستورد، طبعا هذا يدخل في المؤسسة. إبرام عقد تأمين يتم بعد الموافقة والدراسة والأمور هذه، وافق هو وافق على الريت، يتم إبرام عقد التأمين. يتم شحن البضاعة أو سداد الخدمة إن كانت هي بضاعة قلنا أو خدمة. بعدين في حالة عدم وفاء المدين بما استحق عليه، يعني صار الديفولت هني احنا تبلش الوثيقة، في حالة انه يكون الخطر مغطى وحسب الاشتراطات الوثيقة يتم دفع التعويض. يتم دفع التعويض اللي هو اذا كان 90% اللي هي قيمة اللي قلنا عنها. وطبعا يصير بعدين عقبها يوقع لنا فيها حوالة حق. حوالة حق هذه في حالة ان احنا ندفع 90 حوالة الحق، بحيث ان احنا نروح نطالب المستورد بالمبلغ اللي تسبب فيه الخسارة. في حال وبعدين طبعا مطالبة المدين واسترداد المبالغ. عقب ما نسترد المبالغ هذه كلها، احنا راح نسترد 100%، راح نرجع 10% اللي صار عنده مس فيها، راح نرجع 10% حق المصدر، طبعا بعد خصم المصاريف لان هي فيها مصاريف وهذا، ونرجع 10%. جميل. وليد، في سؤالين انا كتبتهم حقيقة. السؤال الاول يسأل الاخ سائل، بالنسبة للكوارث والأزمات، هل تغطى من قبل وثيقة التأمين لدى المؤسسة؟ الكوارث والأزمات لا، احنا لا. المخاطر تم ذكرها او التفصيل فيها ان الأخطار التجارية والأخطار السياسية. الأخطار السياسية يعني احنا ما نتكلم لأنها ما فيها كوارث. الأخطار التجارية اللي هي عدم السداد الناتج عن الديفولت اللي سواه المستورد نتيجة هو سوى ديفولت لنتيجة معينة لسبب معين. شنو السبب؟ الكوارث هني ما تغطى لأنها مستثناة بالوثيقة، الكوارث الطبيعية أنا ذكرتها من شوي، اللي من الأخطار اللي موجودة اللي قبل وبعد الكوارث تصير هي الاثنين، فهي مستثناة بالوثيقة، ما يتم تغطيتها. زين، بالنسبة حق سؤال آخر يسأل، اسم المؤسسة موقع، أنا كنت قلتها في البداية بس ممكن تعيدها، هو لأن اسمها طويل صراحة. صحيح هي لها اختصار، طبعا هي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. تقدر تلخصها بضمان. ضمان موقعها في بالكويت بشويخ الإدارية طبعا. حلو. اللي هو مقر منظمة المدن العربية. يم ديوان، جاب الديوان الخدمة المدنية أساس الجماعة يدلون المكان. عندكم موقع إلكتروني وليد؟ نعم، عندنا الموقع الإلكتروني ضمان. ضمان دوت أورج. دوت أورج، أوكي تمام ممتاز. DHAMAN.org. حلو ممتاز، فيها كل التفاصيل والخدمات اللي شرحتها وليد، متاحة. نعم، فيها معلومات، فيها حتى معلومات اقتصادية، لأن احنا نفس ما ذكرت لك ان المؤسسة من الأمور التكميلية اللي عندنا اللي هي البحوث، إجراء البحوث، الإحصائيات، طبعا الإحصائيات المختصة بالدول العربية بشكل عام.
ممتاز ممتاز ممتاز. أبو وليد الأستاذ خالد البصيلي، حاب تقول كلمة أخيرة قبل لا نختم حوارنا؟ ما شاء الله شرحك وافي وسريع يعني ما شاء الله مفصل. الله يجزاك خير، أشكرك على الاستضافة. يعني أبو عزيز، أنت معرفتك ما شاء الله أكيد من أيام الدراسة، الله يجزاك الله خير. يخليك. قاعدش طبعا جهدك واضح مبين باللقاءات السابقة. الله الله يعطيك. يعطيكم العافية، ومشكورين على هذه الجلسة، الله وقواك الله، يسلمك. ومشكور يا أبو عزيز. تسلم تسلم. احنا نشكر الاستاذ خالد البصيلي، مساعد مدير العمليات تطوير الاعمال المؤسسه العربيه لضمان الاستثمار وتامين الصادرات. وان شاء الله جلستنا القادمه يوم الثلاثاء القادم، وضيفنا من المملكه الاردنيه الهاشميه الدكتور علاء المحروق، وحديث عن حاضنات الاعمال يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الساعه 9 مساء. والشكر موصول لزملائي في الصندوق الوطني في قطاع تنمية الأعمال، مدير إدارة الأخ راس الدارمي، ومراقب الإدارة الأخ محمد رميح، على جهدهم في مثل هذه المشاريع المميزة. نلتقيك أبو وليد في جلسات حوارية إن شاء الله قادمة. كل الشكر لك. إن شاء الله إن شاء الله. الله يعطيك العافية، الله نشوفك على يعافيك، خير إن مشكور، شاء الله. الله يجزاك خير، مشكور، حياك الله، حياك الله، مع السلامة.